طبعا من الواضح أن هذا الكلام لم ينفذ بحرفه، وإنما نفذ بعضه ثم جرى التراجع عنه فيما بعد. والدليل على ذلك أنه قبل أيام قيل أن هناك 400 شاحنة دخلت، بالأمس في كلام عن تراجع هذا الرقم إلى أقل من 170 شاحنة. بالطبع هذه الأرقام وهي مشكورة، الجهات التي تقف وراءها لا تلبي أي حد أدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني الآن في غزة، لأنه قبل العدوان كانت 500 شاحنة تدخل يوميا سواء بصورة تجارية أو بصورة غير تجارية، فما بالك بما وهل اختفت فكرة الميناء المؤقت الذي اقترحته الولايات المتحدة؟ المؤقت اختفت مؤقتا، لكن علينا أن ندرك أيضا أنه رغم نوايا طيبة لدى بعض الأطراف العربية ونوايا غير طيبة لدى الولايات المتحدة، فحتى الإسقاط الجوي لا يصلح بديلا عن المعابر البرية. ومعروف أنه معابر قطاع غزة، في معبر واحد مصري اللي هو معبر رفح فيه جهة مصرية، المعابر الأخرى الجهة الأخرى هي كيان الاحتلال الإسرائيلي، كرم أبو سالم أو كارني أو بيت حانون أو إيريز أو معابر كثيرة جدا يعني. فالفكرة الأساسية هي من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي هو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، خنق الشعب الفلسطيني، قتله بالتجويع إضافة لقتله بالقصف المتصل. أما جوهر المعركة العسكري فلم يحدث فيه تقدم من جهة إسرائيل، بمعنى أن هناك حركة دائرية تنتهي دائما حيث بدأت، نقطة النهاية هي نفسها نقطة البداية على نحو ما شاهدنا في مقتبل الغزو البري. ظهرت قضية مستشفى الشفاء وما قيل عن أنفاق تحت مستشفى الشفاء وقيادة حماس تسكن تحت مستشفى الشفاء وإلى آخره، ثم بعد ذلك بشهور طويلة جدا عادوا أيضا إلى مستشفى الشفاء كما يجري الآن في مخيم النصيرات ودواره. برضو قيل أنه هناك قيادة حماس، وقيل يعني فكرة الغرق في مستنقع والتلطيش والحركة الدائرية دائما. هذا في الجانب العسكري الذي تخفق فيه قوات الغزو الإسرائيلي، بينما تستعيد كالعادة بفكرة الاستئساد والتنمر على المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، مع الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة، مع الفشل يعني يضع جام غضبه ورغبة انتقامه في المواطنين الأبرياء. هذا يحدث في غزة كما يحدث في الضفة الغربية سواء بسواء. وهذه إشارة مهمة للذين يقولون أنه لو لم تفعل حماس في غزة ما كان في الضفة الغربية، لم تفعل حماس صحيح. ولا غيرها شيئا آخر. القضية ببساطة أن هناك احتلال، جوهر المشكلة هو وجود احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو احتلال ذي طابع استيطاني إحلالي يريد أن يطرد شعبا بكامله بعد أن تزايدت نسبته بين مجموع السكان، وبعد أن أصبح مصير المشروع الصهيوني في خطر هيكلي. طيب يعني قبل أن ينتهي هذا الحوار نعرج على الأزمة الروسية الأوكرانية. أستاذ عبد الحليم، الرئيس الأوكراني حث الحلفاء على الوفاء بتعهدات الدعم العسكري لأوكرانيا، ما الذي يعكسه هذا التباطؤ من جانب الحلفاء في الغرب لإرسال الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا؟ الزهق، بمعنى أنهم قدموا كل شيء، يعني قدموا مئات المليارات من الدولارات. البعض يركز الآن ومنهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على 61 مليار دولار المطلوبة أو الموعود بها من قبل واشنطن، والتي يقال أنه الحزب الجمهوري يعقها في مجلس النواب وإلى آخره. افترض جدلا أن هذه 61 مليار دولار أضيفت لمئات المليارات السابقة، لن يغير ذلك من الأمر شيئا، لأنه ببساطة ألكسندر سيرسكي قائد القوات الأوكرانية اليوم قال أن الوضع يتدهور بالكامل على الجبهة، يعني 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 ببساطة شديدة مع استهداف روسيا طبعا لمنشآت الطاقة الأوكرانية، مع استهداف روسيا لمحطات الطاقة الأوكرانية، ومع ما وصفته بالقضم التدريجي النشيط، والنشيط مهم جدا لأنه زادت وتيرته في الأيام الأخيرة. آخر خبر بنسمعه اليوم
انه في قرية جديدة او بلدة جديدة، كل يوم يحدث ذلك. فهناك هجوم شامل روسي على الجبهة بطيء نسبيا لكنه ناجز وفعال، بيستخدم فكرة الأسلحة المشتركة من القاذفات البعيدة التي تطلق قذائف فاب القنابل الانزلاقية، إلى المسيرات الجديدة الانتحارية الطابع سواء جيران 2 أو لانست. فهناك تقدم على الأرض يقدم الأرض تدريجيا في إطار التصور الروسي الأصلي عام 2022 بضم المقاطعات الأربع إلى الأراضي الروسية. هل ستقف روسيا عند هذا الحد؟ يتوقف الأمر على التطورات، بمعنى أنه لا يهم قليلا أو كثيرا في ظني أن تقدم الولايات المتحدة مزيدا من الدعم F-16 أو غير F-16، لأنه الأمر يبدو كأنه حسم، والروس انتقلوا من فكرة التقدم العسكري إلى الحسم العسكري. ومعروف أنه قريبا سيعقد مؤتمر ما يسمى مؤتمر السلام في أوكرانيا في سويسرا، لكن هذا المؤتمر لا قيمة له أيا كان عدد الدول التي ستشارك فيه، لأن الوقائع على الأرض هي الحاكمة. عدم دعوة روسيا إلى هذا المؤتمر يبدو عبثا من العبث.